بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله بنكمل الالكترولايت ديستربنس وهنتكلم على الهايبر كاليميا براكتيكال ابروتش. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الهايبر ناتريميا والهايبو ناتريميا والهايبو كاليميا. كالعاده كبدايه كل محاضره بقول ان الباوربوينت بتاع كل المحاضرات بتاعتنا موجوده على nephrotube.com، والفيديوهات متسجله بالانجليزي وبالعربي على اليوتيوب شانل nephrotube وعلى الفيسبوك جروب وعلى الفيسبوك بيج. النيفروتيوب تيم بيعمل اكتيفيتيز متواصله من ستادز ل ام سي كيوز لحالات الى اخره، وبرضه لينا تواجد على تويتر. عشان اتكلم على الهايبوكاليميا، اسف، على الهايبركاليميا اللي بالمناسبه هي ابسط كتير في الابروتش بتاعها او في الفكر بتاعها عن الالكترولايتس اللي قلناها قبل كده، وخصوصا عن الهايبوكاليميا والهايبوناتريميا. نتكلم على الكوزز والكلينيكال بريزنتيشن وعلى التريتمنت. الكوزز بدايه عشان اتكلم ايه اللي ممكن يعمل هايبركاليميا، نبص بسرعه كده ايه هو النورمال كومبنسيشن اند كوركشن اللي بيحصل للهايبركاليميا او للانكريز بوتاسيوم انتيك نورمال فيسيولوجي ان ذا بودي. يعني لو واحد اخذ بوتاسيوم بكميه كبيره لاي سبب من الاسباب او باي طريقه من الطرق، الجسم هيحاول يصلح زيادة البوتاسيوم اللي بتحصل في البلازما بطريقتين. الطريقة الثانية هي إن هو يحاول يتخلص من البوتاسيوم ده في اليورين، بوتاسيوم اكسكريشن. والطريقة الأولى إن هو هيحاول يدخل البوتاسيوم ده جوه الخلايا، يعمل موفمنت أوف بوتاسيوم إنتو سيلز عشان يعمل كومبنسيشن للهايبركاليميا. طبعًا الجزء ده من البوتاسيوم مازال لسه في البول بتاع البادي بوتاسيوم، ولكن ده هيؤدي إلى الكوركشن بتاع السيروم بوتاسيوم عشان ما يعلاش. ده النورمال كومبنسيشن. فبالتالي زي ما هنقول دلوقتي نظريا اللي يعمل هايبركاليميا حاجه من ثلاثه: يا في مشكله في الرينال اكسكريشن، يا في مشكله في ان البوتاسيوم يدخل الخليه، او الخليه حصل لها دامج فالبوتاسيوم طلع من الخليه، او انكريز البوتاسيوم انتيك. يبقى هما دول الثلاث اسباب الرئيسيين او الثلاث افكار الاساسيين اللي ممكن يعملوا هايبركاليميا: انكريز انتيك، موفمنت اوت اوف سيلز من البوتاسيوم، يحصل موفمنت اوت اوف ذا سيلز، او امبيرد اكسكريشن. طبعا انكريز انتيك دي صعب جدا انها تعمل هايبركاليميا في بني ادم الكيدني بتاعته نورمال، ولكن انكريز انتيك وارد انه يعمل هايبركاليميا في بني ادم اوريدي عنده مثلا امبيرد اكسكريشن. ده بالنسبه للانكريز انتيك. نتكلم على الموفمنت اوت اوف سيلز. ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ان البوتاسيوم يخرج من الخليه ويؤدي الى هايبركاليميا؟ هي كل الاسباب اللي قدام حضراتكم دي. نبتدي بالسيل ديث. لو حصل ديستراكشن الخلية بأي سبب من الأسباب، أشهرهم تروما اللي هي رابدوميلايسيس، طبعا دي من الحاجات المشهورة عندنا في النفرولوجي، هايبوثيرميا أو تيومر لايسيس سندروم. يمكن أشهر حاجتين أو أكتر حاجتين إحنا بنشوفهم الرابدوميلايسيس. بالمناسبة رابدوميلايسيس مي بي تروماتيك وممكن لأ برضه، وإحنا اتكلمنا عن رابدوميلايسيس في محاضرات الأكيوت كيدني إنجري بالتفصيل موجودة على نيفروتيوب. يعني باختصار شديد كنا قلنا تيومر لايسيس سندروم، المريض اللي عنده تيومر لما بياخد كيموثيرابي بيحصل ديستراكشن للتيومر سيلز، والكونتنت بتاع التيومر سيلز بيطلع لبره منهم البوتاسيوم، فبالعام بيبقى عنده هايبركاليميا. واتكلمنا على التيومر لايسيس بالتفصيل، وقلنا ممكن حتى التيومر لايسيس ممكن يحصل سبونتينيوسلي مع اللارج تيومرز. الرابدوميلايسيس ببساطه شديده قلنا لما بيحصل ديستراكشن للمايوسايت سيل، الكونتنت بتاع المايوسايت سيل بيطلع لبره، وده هيؤدي الى ان البوتاسيوم اللي جوه الخليه بيطلع لبره ويحصل هايبركاليميا. سواء كان الديستراكشن بتاع الماسل بالتروما، لان احنا عندنا تروماتيك رابدوميلايسيس وعندنا برضو نون تروماتيك رابدوميلايسيس اتكلمنا عليه بالتفصيل. يبقى لو حصل سيل ديث وات ايفر بقى ذا كوز، تيومر لايسيس، تروماتيك رابدوميلايسيس، نون تروماتيك رابدوميلايسيس، او اي سبب تاني من الاسباب، هيؤدي الى هايبركاليميا. السبب التاني اللي ممكن يعمل هايبركاليميا وهشرحهم مع بعض هما اللاك اوف انسولين والهايبرتونيك بلازما. هايبرتونيك بلازما يعني بني ادم ده كده، هنا البلازما الانترستيشيوم والبلازما، هنا ده البلازما وده الانترستيشيوم، وهنا الانتراسيلولار كومبارتمنت. لما العيان يبقى اخد هايبرتونيك سوليوشن بيبقى موجود هنا بكميه كبيره، او العيان عنده انسولين ديفيشنسي فالبلاد جلوكوز بيبقى عالي هنا بكميه كبيره، يعني في كلتا الحالتين سواء كان الجلوكوز كتير او هايبرتونيك انفيوجن ده بيزود الاوزمولاريتي بتاعت الانترستيشيوم او بيزود الاوزمولاريتي بتاع البلازما، فيعمل اوزموزز اوف ووتر، هياخد ميه كتير من السيلز يطلعها لبره. اوزموزز اوف ووتر ده بيعمل حاجه او بيحصل من حاجه اسمها سولفنت دراج، الميه هي بتتحرك
بتاخد معاها كميه بوتاسيوم كبيره تطلعها لبره، ده يعمل هايبر كاليميا. زياده على كده لو العيان عنده انسولين ديفيشنسي زي ما هنقول كمان شويه، الانسولين مهم جدا فور ذا اكتيفيشن اوف ذا صوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بامب دي من وظيفتها انها بترجع البوتاسيوم مكانه جوه الخليه. ففي الانسولين ديفيشنسي حتى ما هنيجي نتكلم على المانجمنت هنستخدم انسولين فور ذا مانجمنت اوف هايبركاليميا، لان الانسولين بيزود الاكتيفيتي بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب وبيدخل بوتاسيوم جوه الخليه. فالعيان لو عنده انسولين ديفيشنسي بجانب ان هيبقى فيه زياده في الاوزمولاريتي بتاعت الدم بالجلوكوز، الانسولين ديفيشنسي ده هيؤدي الى ديكريز اكتيفيتي اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، فهيقلل الري انتري اوف بوتاسيوم انتو ذا سيلز فيزود فرصه الهايبركاليميا. ايه تاني؟ medications beta blockers and digoxin، الاثنين نهايتهم او الاند اكشن بتاعهم ان هم هيعملوا بلوك للاكتيفيتي اوف الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب عشان تشتغل بتحتاج البيتا 2 ريسبتور يبقى شغال، وزي ما هنتكلم تاني في المانجمنت ان شاء الله ان ممكن من الطرق اللي اعالج بيها الهايبر كاليميا ان انا ادي بيتا 2 اجونست، ان البيتا 2 اجونست بيزود الاكتيفيتي اوف الصوديوم بوتاسيوم بامب. برضو الديجوكسين من الأدوية اللي بتبلوك الصوديوم بوتاسيوم بومب فيؤدي إلى هايبركاليميا. وأخيرا سيفير إكسرسايز أند أسيدينيا، بتكلم في السيفير إكسرسايز اللي بيحصل فيه سيفير أسيدوز. في كلتا الحالتين زي ما احنا عارفين في النورمال فيسيولوجي اللي اتكلمنا عليه في محاضرات الفيسيولوجي بيبقى فيه أسيدوزز من طرق الكمبنسيشن أوف أسيدوز اللي بتحصل في الجسم، ان انا عايز اقلل الهيدروجين في البلازما، فالهيدروجين بيخش جوه الخليه in exchange with potassium، فعشان يقلل الاسيدوز بتاعه البلد او البلازما دخول الهيدروجين الخليه هيصاحب معاه دخول بوتاسيوم للدم. الحقيقه كل الاسباب اللي قلناها للهايبركاليميا غالبا بتبقى الحاله كل الاسباب اللي قلناها بتاعت الهايبركاليميا بيبقى البني ادم او البرزنتيشن هيبقى كومبايند. يعني ايه كومبايند؟ يعني العيان مش جايب هايبركاليميا بس، العيان جاي معاه اعراض كتير هتدي جايد للتشخيص. عشان كده يمكن ما فيش دايجنوستيك ابروتش قوي للهايبركاليميا، لان الهايبركاليميا هي جزء من مانيفستيشنز كتير ولاب تشينج كتير هتبقى باينة على العيان، والتشخيص سبب الهايبركاليميا هيبقى سهل ووضوحه من الأول. مهم قوي نبقى أخدين بالنا من السودو هايبركاليميا. سودو هايبركاليميا ممكن تحصل لسببين أساسيين. السبب الأولاني إن حصل هيموليسز للريد بلاد سيل أثناء سحب العينة، بمعنى آخر ممكن الفني التمريض أو حتى الدكتور اللي سحب العينة اما يجي يفرغها في التست تيوب ممكن يكون فرغها بسرعه، ممكن يكون ما فرغهاش على الجدار بتاع التست تيوب، فده ممكن يؤدي الى الهيموليسيس بتاع الريد بلاد سيلز، والهيموليسيس اوف ريد بلاد سيلز هيطلع البوتاسيوم اللي جوه الريد بلاد سيلز لبره ويعمل هايبركاليميا. طبعا عايزين نوضح نقطه، ده بيبقى باين من بص تلاقي البوتاسيوم 9 10 رقم كبير كده، ولكن ايه المفروض اعمله في الحاله دي؟ طبعا المفروض ان انا اعيد تحليل بوتاسيوم، ولكن لو العيان عنده اعراض اوف هايبركاليميا اللي هنقولها كمان شويه، او عنده ريسك اوف هايبركاليميا، او انا في هاي سسبشن ان فعلا ممكن العيان يكون هايبركاليميك، هبتدي علاج الهايبركاليميا حتى لو انا شاكك انها سودو هايبركاليميا لغايه ما اعيد التحليل. انما لو العيان ستيبل ومفيش مشاكل واصلا انا ما كنتش شاكك ان في هايبركاليميا والاي سي جي بتاعه كويس الى اخره، ومتأكد مليون في المية إن غالباً ما فيش هايبركاليميا أو ما فيش ريسك للهايبركاليميا، ممكن أنتظر لغاية ما التحليل يتعاد. إيه تاني ممكن يعمل هايبركاليميا؟ في الـ white count of white blood cells العالية ما يبقى أكتر 100,000، leukocytosis، thrombocytosis أكتر من 400,000، ده برضو هيؤدي إلى إن هيبقى فيه كمية بوتاسيوم كتيرة في الخلايا دي وفي السيرم أو البلازما اللي حواليها، وهيؤدي إلى سودو هايبركاليميا. كده اتكلمنا على الاسباب اللي تعمل movement of potassium out of the cells. نيجي ايه تاني نقول اللي هي كلها هتبقى اسباب واضحه وجايه بكذا lab change و manifestation واضحه. ايه تاني ممكن يعمل hyperkalemia؟ لو في impaired renal secretion،
ايه اللي يعمل impaired renal excretion؟ حاجه من ثلاثه، يا العيان عنده renal failure، يا العيان عنده hypoaldosteronism، يا العيان كميه الدم اللي رايحه للكلى بقت قليله، سواء كان لان العيان فعلا الافكتيف بلاد فوليوم بتاعه في الحالتين بيبقى قليل، سواء فعلا العيان كان عنده ترو انترافاسكولار ديهايدريشن زي مثلا فوميتنج دايريا الى اخره، او العيان او تفر السبب يعني، او العيان هارت فيلير بقى نيفروتيك سندروم والى اخره، ده بيبقى اتفقنا ان هو بيبقى الانترستيشيال سبيس اه في ميه، لكن الانترافاسكولار سبيس بيبقى فاضي، كميه الدم اللي رايحه للكليه بتبقى قليله، فده معناه ان الافكتيف فوليوم بيبقى قليل. ازاي الافكتيف فوليوم لما يقل يعمل هايبركاليميا؟ منتهى البساطه، احنا عارفين ان لما يقل الافكتيف بلاد فوليوم ده من الستريسفول كونديشنز على الجسم، وساعتها بيحصل فيسيولوجيكال ريسبونس من الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن وبلاد فلو للمور فيتال اورجنز وبيضحي بالليس فيتال اورجنز. يعني لما البني ادم بيبقى البلاد بريشر بتاعه واطي او البلاد فوليوم بتاعه واطي، الدم عن طريق انه بيشغل السيمباثيتك ورين اجيتنسن اندستيرون سيستم بيعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد، بيوزع الدم على الاورجنز الاكثر اهميه زي البرين زي المسلز وبقيه الاورجنز المهمه، ويحرم الاورجنز الاقل اهميه زي الكيدني والسكين من الدم عن طريق اللي بيحصل في البيسلز بتاعتهم فازوكونستريكشن. فما بيحصل هنا افكتيف بلاد فوليوم ديكريزد، السيمباثيتك بيشتغل هيقفل الافرنت ارتريوز، ورينال انجيوتنسين اندستيرون سيستم لما بيشتغل بيعمل ده بقى ميكانيزم تاني غير ان انا قللت البرفيوجن اوف ذا كيدني. لما بقلل البرفيوجن اوف ذا كيدني اليورينري فلو بيقل، واليورينري فلو لما يقل السكريشن اوف بوتاسيوم في تيبيولز هيقل، لان لما نرجع للنورمال فيسيولوجي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، سكريشن اوف بوتاسيوم از فلو ديبندنت، بيعتمد على كميه الميه اللي معديه، كل ما كميه الميه اللي معديه كتير كل ما السكريشن اوف بوتاسيوم هيزيد، فبالتالي الاكسكريشن بتاعه هيزيد والعكس. ففي حالات الافكتيف فوليوم ديبليشن اما يقل يبقى كميه اليورين فلو هتقل، ولما بيقل اليورين فلو هيقل البوتاسيوم سكريشن، وبالتالي بوتاسيوم اكسكريشن ايفن حتى لو كان الالدوستيرون عالي، لان مهم جدا اليورين فلو. هايبوالدوستيرونيزم يعني دي اتكلمنا بالتفصيل على الالدوستيرون هرمون واحنا بنتكلم في محاضره الهايبوكاليميا. في الهايبوكاليميا قلنا ان الهايبر الدوستيرونيزم بيعمل هايبوكاليميا، انما هنا طبعا هناك كان الهايبر الدوستيرونيزم يعمل هايبوكاليميا، هنا الهايبوالدوستيرونيزم تعمل هايبركاليميا. وببساطه شديده ان احنا متفقين ان في البرنسبل سيل انتركليتد سيل عن طريق الالدوستيرون يبقى في سكريشن اوف بوتاسيوم اند هيدروجين، فبالتالي في غياب الالدوستيرون سكريشن اوف بوتاسيوم هيقل، فهيحصل ريتينشن اوف بوتاسيوم، فده هيؤدي الى هايبركاليميا. يمكن من كل الاسباب اللي قلناها مفيش سبب ممكن يبقى هيدن للهايبركاليميا يمكن غير الهايبوالدوستيرونيزم. على العموم هنجمع كل الاسباب دلوقتي في جدول واحد، ولكن برضو لا ننسى ان من اسباب الهايبركاليميا هو الدراجز، واحنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الدراجز بنستخدمها كنيفرولوجيست من السايد افكتس بتاعتها هايبركاليميا، واحنا متعلمين كويس قوي ازاي نتعامل معاها وازاي نمونيتور، اشهرهم الاس انهبيتورز والاي ار بيز، بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، النون استيرويدلز، الهيبرين واللوموليكولار ويت هيبرين لانهم بينهبت الالدوستيرون ريليز، سايكلوسبورين، هاي دوز تريميثوبرين، والديجوكسين والبيتا بلوكرز، وعرفنا الديجوكسين والبيتا بلوكرز ازاي. يبقى لو بصينا كده بصه سريعه على كل الاسباب اللي بتعمل هايبركاليميا، غالبا هتلاقي حضرتك السبب واضح من البدايه، يعني الدايت وده قلنا صعب الا في حالات عندها رين امبيرمنت، واحد بياخد بوتاسيوم، توتال بارنترال نيوتريشن، او بلاد ترانسفيوجنز، ودي هنتكلم عليها كلمه في الاخر. بقيه الاسباب حضرتك كلها هتلاقيها واضحه، يا دراج يا ديزيز اوريدي وارد وواضح باللاب بتاعه والكلينيكال مانيفستيشنز بتاعته. يمكن الحاجه الوحيده اللي هتبقى هيدن شويه ومحتاج تدور وراها هي الهايبو الدوستيرونيزم. قبل ما اقفل الجزء بتاع الكوزس، في حاجه عايز اتكلم عليها اللي هي ترانس تيوبولار بوتاسيوم جريدينت. الحقيقه انا هتكلم عليها
لأن هي مذكورة في كتب كتير، ولكن استخدامها عمليا ضعيف جدا، وأكاد أجزم أن 90% من الناس اللي هي بتسمعني دلوقتي ممكن يكونوا مطلبهاش، وأنا تقريبا ما طلبتهاش ولا مرة قبل كده. السؤال بقى دلوقتي أو الأهمية دلوقتي، هل ترانس تيوبلر جريدينت بتاع البوتاسيوم ده مهم ولا؟ أولا هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إيكويشن بتتعمل، عشان تعمل الإيكويشن دي بتحتاج اليورينري بوتاسيوم واليورين صوديوم والأوزمولاريتي بتاعت الصوديوم والأوزمولاريتي بتاعت اليورين، وفي بعض الريفرنسز الأخرى بيستخدموا أو بيعملوها باليورينري وسيرم بوتاسيوم ويورينري وسيرم كرياتين. فكرتها ببساطة شديدة إن أنت على حسب الرقم اللي هيطلع لك بتعمل suggestion هل المشكلة بتاعت الهايبركاليميا دي بسبب مشكلة في الألدوستيرون ولا مش مشكلة في الألدوستيرون. هو normally transtubular gradient بتاع البوتاسيوم المفروض يبقى من 6 ل 12، ده في النورمال. لو عين هايبركاليميك وانت عملت له transtubular gradient بتاع البوتاسيوم ولقيت ان البوتاسيوم جريدينت اكتر من 10، يبقى ده معناه ان الكيدني is excreting بوتاسيوم بطريقه كويسه in response to aldosterone. فلو لقيته اكتر من 10 ده معناه ان عندك normal aldosterone action، ولكن المشكله في hyperkalemia هتبقى اكسترا. لو لقيته اكتر من 5 ل 7 يبقى الالدوستيرون افكت ضعيف، سواء ده بسبب ان الالدوستيرون قليل او في الدوستيرون ريزيستنس. الحقيقه انا شايف ان برضو اغلب الاسباب هتبقى واضحه بدون الحاجه لاستخدام التوبلر جريد، ولكن خلينا نكمل البافوي. طب لو لقيته اقل من 5 ل 7 ممكن الدوستيرون ديفيشنسي او الدوستيرون ريزيستنس، وفي بعض الكتب بتستخدم كات اوف لاين اكتر من 6 واقل من 6، فخلينا هنا نقول هو لو اقل من 5 ل 7 اللي هو اقل من 6 يبقى الدوستيرون ديفيشنسي او ريزيستنس. بيفرقوا ازاي بقى هو الدوستيرون ديفيشنسي ولا ريزيستنس؟ الابروتش بيقول ان لو طلع اقل من 5 ل 7 ادي العيان فلودرو كورتيزون. يعني بص حضرتك هنا لو هو اقل من 6 بدي فلودرو كورتيزون، لو اتحسن الترانس تيوبلر بوتاسيوم جريدينت بعد ما اديت الفلودرو كورتيزون يبقى العيان ده كان عنده الدوستيرون ديفيشنسي، وامشي بقى ورا الاسباب وفي الالدوستيرون ديفيشنسي. لو ما تحسنش يبقى العند عنده الدوستيرون ريزيستنس، ودي الاسباب اللي ممكن تعمل الدوستيرون ريزيستنس. لو بصيت هنا للاسباب كلها اللي موجوده غالبا كلها واضحه، يا دراج يا سبب واضح، يمكن ما عدا بقى الرير ديس اوردرز اللي برضو احنا كادلت نفرولوجيست مش هنشوفهم، اللي هو السودو هايبو الدوستيرونيزم تايب 1 وتايب 2 اللي هو جوردون سيندروم عكس جيتلمان سيندروم، حاجه فيري رير وبتتشاف اكتر في الاطفال الى اخره. فبالتالي انا يعني شايف العمليه بتاعت استخدام الترانس تيوبولار جريدينت ممكن تكون مش مهمه قوي. وزي ما في الهاند بوك اوف كريتيكال كير نيفرولوجي برضو قالوا الكلمتين دول، ان استخدام الترانس تيوبولار جريدينت ما هوش عملي قوي، والاعتماد بصفه عامه على البوتاسيوم انيورين ما هوش عملي قوي، خصوصا كمان ان ممكن يكون الكوز اوف هايبركاليميا ميكسد، عندنا مشكله في ريديستريبيوشن وريتنشن مثلا زي حالات السكي دي الى اخره، فممكن الاعتماد على الترانس تيوبولار جريدينت ما يكونش او ما بيضيفش للكلينيكال ديسيجن قوه. احنا كده اتكلمنا على الكوزز، نتكلم على الكلينيكال بريزنتيشن. يفرق جدا الهايبوكاليميا زيادتها كانت اكيوت ولا كرونيك. زي معروف دايما الكرونيك تشينجز بجسمي بيبقى عامل لها ادابتيشن اكتر. كرونيك هايبر كاليميا بيشنتس ماي توليريت الهايبر كاليميا، انما لو هو اكيوت توليريشن بيبقى اقل، وده هيؤدي الى ان المانيفيستيشنز هتبقى اقوى، والتعامل بتاع الدكتور مع الاكيوت هايبر كاليميا المفروض يبقى اعلى. العيان واتفر بقى كان سيمتوماتيك في الشكل الاكيوت او كرونيك، بيبقى عنده مصل ويكنس، واللي هو طبعا يعني احنا غالبا هنبقى اتريبيوتنج المصل ويكنس ده للجنرال كونديشن كلها بتاعت العيان، لان هو الديزيز بتاعه
يبقى جاي بديزيز معين مع هايبر كاليميا ومع اعراض كتير. فالماسل ويكنس ده مش سبيسيفيك للهايبر كاليميا، ولكن الاهم طبعا اي سي جي تشينجز، ودي اخطر لان على اساسها هناخد بعض القرارات في العلاج. في الهايبر كاليميا الاي سي جي بي ويف بتبقى له امبليتيود، الكيو ار اس بتبقى وايد، والتي ويف بتبقى بيكد، لان معروف طبعا ان الهايبر كاليميا بيزود الريبولاريزيشن فيز بتاع الهارت، فده بيبقى تاثيره على الاي سي جي. ولكن يعني من النقط المهمه ان احنا عارفين ان الاي سي جي تشينجز don't correlate well with the degree of hyperkalemia. يعني ممكن تلاقي ECG changes في عيان الهايبركاليميا بتاعته ما هيش عنيفة، والعكس ممكن تلاقي عيان البوتاسيوم بتاعه هادي وما ظهرش عليه لسه ECG changes. طيب عايزين نعالج، عشان نعالج الهايبركاليميا هيفرق معايا السيتنج هل هو acute ولا chronic hyperkalemia. نبتدي بالأكيوت hyperkalemia. نظريا عشان اعالج الهايبركاليميا هو انا هشتغل على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ان انا هستوب all البوتاسيوم انتيك، همنع دخول البوتاسيوم. نمرة اتنين هحاول ادخل البوتاسيوم جوه الخلايا. نمرة تلاتة هتحاول اتخلص من البوتاسيوم عن طريق كيدني وعن طريق جي اي تي. يعني تقريبا احنا بنحاول نعمل النورمال فيسيولوجيكال او بنماثل النورمال فيسيولوجيكال ريسبونس اوف ذا بودي تو كوريكت هايبركاليميا. ده الالجوريثم اللي المفروض نمشي عليه في علاج الهايبركاليميا الاكيوت. هنقراه وبعد كده نتكلم على كل دواء فيهم لوحده. باختصار شديد، هل العيان معاه اي سي جي تشينجز اور نوت؟ لو العيان معاه اي سي جي تشينجز يبقى العيان لازم ياخد انترافينوس كالسيوم. لو العيان معهوش اي سي جي تشينجز، عنده هاي ريسك اوف هايبركاليميا، او لما عدت البوتاسيوم بتاعه لقيته اكتر من 6، او في لحظه تواجده عندي كان البوتاسيوم اكتر من 6، يس اور نو. لو العيان ما زال البوتاسيوم بتاعه اكتر من 6 او 6.5 لحظة دخوله عندي المكان، هبتدي انترابينوس كالسيوم حتى لو ما عندوش اي سي جي تشينجز. لكن لو العيان اقل من 6.5 لا مش هبتدي انترابينوس كالسيوم، هبتدي من السكند لاين اللي هو الانترابينوس انسولين جلوكوز بلس اور ماينس سالبيتامول. يبقى باختصار شديد امتى ابتدي انترابينوس كالسيوم؟ لو العيان مع اي سي جي تشينجز من البدايه، او العيان وات ايفر البوتاسيوم بتاعه كام، او العيان البوتاسيوم اكتر 6.5 حتى لو معهوش اي سي جي تشينجز. السكند لاين بعد الانتروفينوس كالسيوم بندي انسولين جلوكوز بلس اور ماينس سالبيتامول. لو العيان عنده اسيدوزز ومفيش فوليوم اوفرلود ممكن اديله بايكربونات، ممكن اديله دايوريتكس لو العيان بيجيب يورين، وهنستخدم بوتاسيوم بايندر اللي هنتكلم عليهم دلوقتي، واخيرا اف نو ريسبونس اي ماي كونسيدر دايس. تعالوا نتكلم على دواء من الادويه دي. انترافينوس كالسيوم فكرته ببساطه ان هو كارديو بروتكتيف، يعني احنا ما بنديش الكالسيوم عشان يقلل البوتاسيوم ليفل، احنا بندي الكالسيوم عشان يانتاجونايز البوتاسيوم اكشن على الهارت. معروف ان الكالسيوم بيزود ديبولاريزيشن، البوتاسيوم بيزود ريبولاريزيشن، فهيشتغلوا عكس بعض، فالكالسيوم والانتاجونايز البوتاسيوم اكشن يبقى كارديو بروتكتيف. ندي الكالسيوم ازاي؟ في كالسيوم جلوكونيت وكالسيوم كلورايد. بتدي الأمبول الكالسيوم على 2 لـ5 دقائق، وتعيد الاي سي جي بعد 5 دقائق. هو طبعا انت المفروض يكون عندك محطوط على مونيتور، ما تقعدش كل شويه تعمل اي سي جي ومحطوط على مونيتور. بتعيد الاي سي جي بعد 5 دقائق، العيان اتحسن تمام، ما اتحسنش بتعيد تاني الكالسيوم جلوكونيت او كلورايد معاك لغايه 4 أمبولات. غالبا بيبقى العيان اتحسن خلال الـ4 أمبولات دول، لان انت كده كده كمان بتبقى بادي الانتي هايبركاليميا مش الثانيه، وذو طبعا الانست اوف اكشن بتاعها هيبقى متاخر، بس غالبا الكالسيوم هيكوريكت الاي سي جي تشينجز. لو ما عملش كوريكشن طبعا بتحتاج ساعتها الكارديو، هو اوريدي هيبقى المفروض في ادميتد في اي سي يو اوف طوارئ الكارديولوجي كونسلتيشن، هل بقى هيركب بيس ميكر او وات ايفر، ساعتها بقى دي قصه ثانيه. في بعض الريفرنسز بيقول بعد ما تدي الكالسيوم وتصلح الاي سي جي ممكن تدي كالسيوم امبول كل ساعه جاست فور بروتكشن لغايه لما تصلح الهايبركاليميا. الانسولين جلوكوز اند سالبيوتامول الاثنين الحقيقه بيشتغلوا بنفس الميكانيزم في اكشن، سواء الانسولين او جلوكوز الاثنين بيشتغلوا عن انسولين جلوكوز اسف او البيتا 2 اجونست. الاثنين هيشتغلوا عن طريق ان هم هيزودوا النشاط بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب، فهيزودوا دخول البوتاسيوم جوه الخليه. كنا اتفقنا في اول محاضره ان البيتا بلوكر بيمنع الصوديوم بوتاسيوم بامب، احنا هنا هندي بيتا 2 اجونست، والانسولين نفس الحكايه
يأكتيفيت الصوت المتسم. فبالتالي بندي الانسولين ازاي؟ بندي حوالي 10 وحدات اكترابيد اللي هو الصلب الانسولين في 50 مللي جلوكوز 50% او 10 دقائق. الفكره طبعا في الجلوكوز 50% ان العيان ما يخشش في هايبوغلايسيميا. النقطه المهمه ان ده الانسولين بتاعه بيبقى حوالي يبتدي الايفكت بتاعه من 15 ل 30 دقيقه، البيك بتاعه تقريبا بعد ساعه، والاكشن بتاعه تقريبا بيبقى من ساعتين لاربعة، فانت تقدر تكرره كل اربع ساعات. نيجي بقى للبيتا 2 اجونست اللي هو الانهاليشن سالبيتامول او ايفر البيتا 2 اجونست اللي بيستخدم. انا مش هقول الدوز بتاعته، ولكن احنا قلنا الميكانيزم بتاعه انه بيشتغل زيه زي الانسولين. ففي كلمتين على هل ندي الانهاليشن بيتا 2 اجونست في علاج الهايبركاليميا ولا لا. هي اغلب الليترشر والريفرنسز مش محبذاه قوي لسببين. السبب الاولاني ان هو كده كده بيشتغل بنفس الميكانيزم بتاع الانسولين، وانا اوريدي اديت الانسولين والافكت بتاعه قوي، فده ساتسفاي بالنسبه لي. السبب الثاني ان الانهيليشنال بيتا 2 اجونست في ايفيدنس ان هو ليه اناتوميك افكت، اناتوموجينيك افكت. ف ده ممكن يعمل اريثميا، سبتيت انجينا، خصوصا العيان الهارت بتاعه في حاله الهايبركاليميا ممكن يبقى انستيبل، فيفضل ان انا اتجنبه. بايكربونيت، طبعا انا لو اديت البايكربونيت هصلح الاسيدوزز. احنا متفقين في بدايه المحاضره ان الاسيدوز في حد ذاتها هي سبب من اسباب الهايبركاليميا عن طريق او بسبب الاكستشينج اوف بوتاسيوم اند هيدروجين بين الخلايا وبين البلازما عشان اصلح الاسيدوز. فلما اصلح الاسيدوز هوقف الاكستشينج ده، وده هيؤدي الى redistribution of potassium in the cell. نقطة مهمة للصوديوم بايكربونات انفيوجن بصفة عامة مش حالات الهايبركاليميا بس. لو انا بدي كالسيوم، خد بالك ما تديش معاه البايكربونات من نفس اللاين الا لو عملت فلاشنج كويس، او تدي من لاين تاني عشان البايكربونات هيؤدي الى برزنتيشن اوف كالسيوم. الحاجة التانية، لو العيان عنده هايبوكالسيميا وانت بتدي بايكربونات، خد بالك لان البايكربونات بيعمل الكالوزز ممكن، والالكالوزز هترسبتيت مور الهايبوكالسيميا، وده ممكن يؤدي الى تيتاني وكونفالجنز. البوتاسيوم بايندر، والحقيقه دول هيبقى لهم دور في الحالات الاكيوت والحالات الكرونيك. الفكره ببساطه شديده ان العيان بيبلع باودر او بياخده عن طريق انما ريكتال. الباودر ده فيه ايون زي المثال قدام حضراتكم هنا، البوليسيترين سلفونيت بتاع الصوديوم، وماشي في الجي اي تي ليومن. الصوديوم بيعمل اكستشينج مع البوتاسيوم، الصوديوم بيعمل اكستشينج مع البوتاسيوم من الوول بتاع الجي اي تي، والبوتاسيوم بينزل في الاستول. وطبعا البوتاسيوم ده كان من البول اوف ذا بودي اللي كان هيوصل للبلازما وياثر على السيرم بوتاسيوم. فبالتالي وجود اكستشينج لازم ماشي في اليومن هيؤدي الى اكستشينج اوف صوديوم وذ بوتاسيوم. بيتعطى ازاي؟ اولا طبعا هو في كذا نوع، كان اشهر نوعين او اقدم نوعين هنا اللي هو الصوديوم بوليسيترين او كالسيوم بدل الصوديوم بوليسيترين، مع ان في انواع ثانيه اجدد هقول لحضراتكم عليها. وممكن يتعطى اورالي لغايه 4 مرات في اليوم، 15 جرام اللي هو بيبقى مكيال تقريبا من العلبه بتاعه الباودر، او يتعطى انما. في ناس بتحطه في ميثايل سيتيلوز وميه، في ناس بتحطه في ميه بس لغايه 4 مرات في اليوم، ويفضل انها تبقى ريتيند انما عشان تاخد منها بنفيت. ممكن تبقى ريتيند لساعتين، والافضل اكتر من 4 ساعات. ولازم تعمل بعديها السلاين اريجيشن، لان هنقول دلوقتي من اعراض السايد افكتس بتاعت النوع ده من الادويه انه بيعمل كرونيك ابستريشن ونيكروز. طبعا هو حته الانما دي ما هياش براكتيكال الا بقى لو عيان في الاي سي يو كوماتوز، ممكن ساعتها هيبقى براكتيكال. الادويه دي ليها كونستيبيتنج افكت، بتعمل كونستيبيشن، وده هي انتاجونايز الافكت بتاعها، لان الكونستيبيشن ممكن يعمل ري ابزوربشن تاني للبوتاسيوم من الجي اي تي يو من بعد ما عمل اكستشينج. فلو اديت معاها لاكستيف ده بيحسن الافكاسي بتاعها جامد. من الحاجات المهمه لازم عارفينها ان الافكت بتاع الدواء ده بيبان من يوم ليومين، فبالتالي هو حتى او الافكت بتاعه بيبقى او استخدامه اكتر في الكرونيك كيسز، وفي الاكيوت كيسز از بروفيلاكسز عشان يمنع الريباوند انكريز البوتاسيوم بعدين. واخيرا ناخد بالنا ان هو ممكن يعمل كرونيك ألسريشن، وده كان دوكيومنتد مع الصوديوم كوليسترين سلفونيت، وكان اكتر في الناس اللي استخدموا معاهم هايبر اوزموتيك لاكستيفز.
طبعا في دلوقتي من 2015 الاكسيتشينج ريزن صوديوم زيركونيوم والباتي رومر الاثنين برضو متاحين از اكسيتشينج ريزن فور مانجمنت اوف هايبركاليميا. واخيرا دياليسيس ده اللاست لاين لو العيان نوت ريسبوندنج للميجرز دي كلها. النقطه البراكتيكال في كل العلاجات بتاعتي بما فيهم الدياليسيس ان انا لازم اخد بالي من ريباوند هايبركاليميا. يعني لو عيان جاي لي وقررت ان انا هعمله دياليسيس العيان ده ممكن يحصل له ريباوند خلال 6 ساعات، خصوصا لو انا مدي العيان ده وانا فعلا هبقى مدي له كده اللاينز اوف مانجمنت اللي هي بتعمل ريديستريبيوشن وري انتري اوف البوتاسيوم انتو ذا سيل، مع الوقت البوتاسيوم ده هيطلع تاني ويحصل ريباوند. عشان كده مهم جدا العيان يفضل محبوس، يعني حتى لو كان العيان ده اندستيجنال ديزيز وجاي لي بهايبركاليميا لاي سبب من الاسباب كان ساعتها ما فيش علاج غير ان انا اعمل له دياليسيس، عند لايفزم يفضل محجوز ما ينفعش يروح عشان وارد جدا يحصل ريباوند هايبركاليميا واحتاج اعمل ميجرز ثاني. وبرده من الحاجات اللي تخلي السسبشن اوف ريباوند هايبركاليميا عالي لو الايتيولوجي بتاع الهايبركاليميا كان بسبب سيل ديث، لان انا عندي السيل ديث ده هياخد وقت عقبال ما يحصل هيلينج، فبالتالي البرزيستنس او ريباوند هايبركاليميا وارد جدا. طبعا لا مفر ان انا لازم اتجنب في الحالات دي سواء اكيوت او كرونيك ان انا اديله اي حاجه فيها بوتاسيوم سواء اورال انتيك او فلويدز، واتجنب الادويه اللي بتعمل هايبركاليميا. نقطه من النقط المهمه البلاد ترانسفيوجن خصوصا في عيانين اند ستيج دونا، لو انا هدي عيان هايبركاليميك هو محتاج دم يبقى يفضل ان انا اديله الدم ده على ماكينه الغسيل، لان الدم المخزن وارد يبقى فيه نسبه بوتاسيوم عاليه ويعمل هايبركاليميا. عشان كده كمان عيانين اند ستيج بتوعنا مهم جدا ان احنا ما نديهمش البوتاسيوم الا على الدايليسيس سيشن. طيب لو العيان كرونيك ايه اللي هيحصل في الكرونيك هايبركاليميا؟ الحقيقه العلاجات كلها منطقيه وبديهيه مش محتاجه ايفيدنس، ولكن الايفيدنس اللي موجود عليها ضعيف لان مش معمول عليها ستادز بقوه. ولكن انا ما عنديش غير تولز معينه اقدر استخدمها، يعني هعمل ايه؟ هقلل البوتاسيوم في الدايت، هتجنب الادويه اللي بترفع البوتاسيوم. الادويه اللي انا ممكن استخدمها من الحاجات اللي انا استخدمتها في الاكيوت مانجمنت هو ان العيان ده لو عنده اسيدوزس هصلحه بالصوديوم بايكربونات. العيان وده طبعا احنا عندنا حالات كتير سي كي دي بتبقى في العيادات ممكن البوتاسيوم بتاعهم عالي، فهو كده كده اصلا يبقى ماشي على بايكربونات لازم كوركت الاسيدوز. ممكن استخدم الريزن الاكسشينج ريزن، هي دي الحاجات اللي انا اقدر استخدمها. لو العيان على دياليسيس استخدم له بوتاسيوم دايلزيت، فبالتالي هي دي الميجرز المتاحه في العلاج الكرونيك هايبركاليميا. وات ايفر بقى الايفيدنس بتاعها موجود او مش موجود او الايفيدنس ويك نتيجه انه مش معمول عليها ستاديز، لكن انا ما قداميش لاينز استخدمها غير اللاينز دي. يبقى ديكريس بوتاسيوم انتيك في الدايت، اتجنب الادويه اللي بتعمل هايبركاليميا وازود اللوس عن طريق الدايريتكس، كوركت الاسيدوزز بتاعته واستخدم الريزن. اتمنى المحاضره كده برضو تكون واضحه زي ما اتمنى ان كل المحاضرات السابقه كانت تبقى واضحه. الى لقاء في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.